يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا ومشاهدين قنوات الكاس. أمسية جديدة أيضا نطل بها عليكم هنا في استديوهاتنا لتغطيتنا لأجمل السباقات، سباق صملة مستمرين كالعادة. بدأ السباق بعده التنازلي، لم يذهب الكثير وبقي القليل. تكسب الرهان إن شاء الله. عدنا احبتنا مشاهدينا ومتابعينا، ونسيت اقول لكم مساكم الله بالخير. وبدايه انا ارحب بضيوفي. قبل ارحب بضيوفي كلمه، راح الكثير صحيح 87 ساعه انتهت وانقضت من هذا السباق الجبار والقاهر، وبقي 9 ساعات تقريبا، يعني اخر جوله ما بقى فيها احد، تقريبا 8 الى 7 متسابقين ان شاء الله يوصلون على خير. بدايه انا ارحب بضيوفي محمد شهري ضيفنا ومحللنا، اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. طبعا البطل اللي لقبته بالبلدوزر، صاحب المركز الثاني وصاحب ال 31 ساعه و17 دقيقه وثلاث ثواني، علي بن صالح الهاجري، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا مشاهدينا، ومساكم الله بالخير انتم مشاهدين. الله يمسيك محمد الشهري، بطل الصمله 2016. نعم اكيد. وانت اليوم بطل الصمله ايضا 2017، انت فيصل وخالد حمود النزيه. فيصل يستاهل اخو وانجز ويض الله وجهه. خالد حمود بعد اللي كان صحيح المفاجأة، كان المفاجأة الكبرى صراحة. علي فيصل فاجأكم بالاستراتيجية؟ والله صراحة فاجأنا، أنا ما حطيت خطة، لأني حط خطة على اللعيبة. حطيت لي خطة، قلت لي أنا بنام ليل واحدة يمشي، هذه خطة مبدئية، لكن واحدة الفجر عقب السيكل بريع عشان أدش صحيح 60 مرتاح. صحيح، لأنه مستحيل أحد بيواصل 60 كيلو. لا مستحيل، امبوسيبل از نثينج، فيصل سواها. سواها مستحيل. انا كنت حاطه مستحيل يعني. فيوم ريحت ساعتين او ساعتين ونص تقريبا. منو قعدك؟ التليفون صراحه. اي قالوا لك كم؟ قالوا لي فيصل طلع تعدى 30 كيلو. فانا حاطه ببالي صراحه، انا حاطه ببالي انجز من المراكز الاولى، يعني فيصل اخو. اي ما حط المنافسه مشروع. وهي روح منافسه صراحه ومشاركه. فيوم قالوا لي انه طلع على طول طلعت وراه. الحمد لله يعني جريت، يعني اول مره كان وراه خال اسف الدوسري، كان وراه الدوسري فهاد، وانسحب في ال 20 كيلو لقيته منسحب، وخالد حمود لقيت اصابه. خالد حمود الدوسري فهد الدوسري لقيته اصابه على ال 20 كيلو. خالد حمود قبلك بعد. خالد حمود صادفته عند كوبري امباب، كنت اصلي الفجر وهو تو محرك مصلي الفجر ورايح، فاستغربت منه. انا توقعت ما في الا فيصل قدامي، سبحان الله. شفت الا خالد حمود ما شاء الله عليه صراحه، يعني انجاز عمره ما شاء الله، ما قدرت تقضبه الا تصيده بالبحر. ها لا صدته وهو دخل البحر. أيه. خلاص هو يوم جاء البحر وقف. أيه. لكن احنا بحكم مشاركتي مع منتخب الترايثلون ومشاركات عديده ومع فريق مع فريق دكتور ناصر، اشراف دكتور ناصر. نعم. اللي اخذ امس السادس. صحيح. ايه نعم القدوه فهذه تسكرك، تعطيك شوي روح التحمل والمنافسه، خاصه جري بعدين بحر بعدين بحر بعدين جري. صعوبات الرمال ناعمه. نعم. الارتفاعات. صحيح. الحمد لله يوم وصلنا البحر انا كنت تعبان منهك، لكن شفت البحر ثابر شوي، يعني مش نساقي، ممكن اني اقدر امشي على الاقل نص كيلو فيه بعدين اسبح كيلو او كيلو ونص تقريبا سباحه، فدخلت على طول. اي انت ما شاء الله حتى رغم البحر، اذكر طلع فيصل 9:45 من البحر. نعم صحيح. انت دخلت الساعه 11 وشيء وراه بساعتين. انا في البحر وفيصل في البحر.
انا كنت في البحر اي خلصت وراها بساعه وشيء ايش قاعد اقول لك انا التايم صحيح التايم قاعد اعطيك اياه بالضبط سبحان الله قلصت فارق كبير علي صحيح. يعني حتى العالم ما قلت ما شاء الله تبارك الرحمن يا علي ما شاء الله هل هذه من خبره هل من استعداد غير خبرتك اكيد انت بطل واول والله شوف شنو التكنيك اللي اتبعته والله بالنسبه للتدريب والتكتيك بعد انا تدربت تدريب مستمر لمده تقريبا 6 شهور كنت اتمرن في الاسبوع الواحد ما يعادل اكثر من 130 كيلو جري وسرعات يعني سرعات يعني مقياسه بتوقيت فهذا اللي اعطاني دافع اني اجري ممكن المسافه هذه ما عندي مشكله فانا مرحله 60 كيلو جريتها جري متواصل يعني مجرد يمكن 10 صحيح كيلو سياراتنا كانت تتابعك وقالوا قاعد يركض نعم. حسبنا البيس انا قاعد احسب قلت للمنسقين الله يحفظهم كان عامل عبد الغفار والشباب صف جنبه صفر عدادك شوف كم يقطع كان بيسك 11 الى 10 بعدين البرنامج موجود عندي في البرنامج الصمله موجود وشغال كان معي والله ما شفته صراحه لين وصلت البحر اخر شيء شفته لاني خايف ان التليفون يدخل ماي فحطيتها في كيس شفته اخر شيء نعم. كان شغال البرنامج معي والحمد لله رب العالمين تقريبا جريت 60 كيلو تقريبا هي 80 كيلو تقريبا مش 60 كيلو صحيح جريت اكثر من 60 كيلو جريت جري متواصل ما شاء الله تبارك بس وقفت لصلاه الفجر وبعد البحر خلاص يعني انت المنافس رفعت ايدك اخر كيلو لا لا المنافس بعيد المنافس بعيد ف تقريبا الفرق 6 كيلو او 7 كيلو 6 كيلو 7 كيلو انا جريت على 10 10 10 وشيء حسبتها انا وانا قاعد اجري حسبتها باقي 18 كيلو لو جريت على سرعه 10 وهو يجري على سرعه 7 مثلا او 8 كان 6 ونص انا حطيتها على 7 7 ونص لانه مستحيل احد يجري 6 6 مشي ايه فقلت اكيد اني بجيبه على 15 يعني لو قعدت قبلها بساعه على هذه الحسبه تصيد فيصل اي اكيد بالراحه لكن توفيق من رب العالمين وفيصل يستحق حتى انهيت فيصل صار له سنه كامله فيصل عرفت على فكره بعد صمله السنه اللي طافت قال لي انا صراحه شفتك وتابعتك وخاطري ادخل صمله واخذ المركز علي بس ابريحك شويه لان مراسليننا جاهزين مشاهدينا ما شاء الله المتسابقين قاعد يهلون ويصلون الى خط النهايه وايضا مراسلين الراعين في استقبالهم حماد العبيدي حماد ايش عندك عند خط النهايه وعطنا شنو اخر نتائج اللي قاعد تصير عندك والله عندي واجد عندي مشعل مثل ما قلت لك امس طيور الظهر وصلوا والذئاب الليل قاعد يوصلون مثل ما قلت باقي حوالي 7 و8 يوصلون من بحر بروك الشباب وصلوا قبل شوي وخذوهم في الاونلاين لكن بناخذهم بعد مروان يعطيك الصحه والعافيه الله يعطيك العافيه تعبان والله اي والله تعبنا بس الحمد لله اخر مرحله كانت صراحه اللهم لك الحمد الانجاز اللي وصلت وراك مكتوب النهايه انجازك هذا سي فيك انت سجل خلاص اي والله الحمد لله اللهم لك الحمد بفضل رب العالمين وفضل الشباب ما قصروا كانوا يشجعونا انت وصلتوا مع بعض مأزرين بعض اي مع بعض صحيح زين مع بعض من بدايه السباق اللهم لك الحمد زين في الاخير الحين وصلت الصعوبات اللي واجهتك في السباق بشكل عام والله الاصبخه 60 كيلو كان الواحد متى نوصل فالحمد لله اللهم لك الحمد الحين وصلنا وصلنا الامور طيبه الحمد والاهل ما قصروا يعني كانوا يشجعونا ودائما متواصلين معنا انجاز هذا المنتج صراحه انجاز ترى يعتبر انك توصل 220 كيلو تقريبا توصل للنهايه معناته انجاز هذا هديه حق الوالده الله يطول بعمرها والوالد بيض الله وجههم ما قصروا والعمامي ما قصروا بعد يشجعوني والله ملك وهي العم بعد اللي ساعدوك اي وهذيلا بعد والله شباب وسرية ثالثة ما قصروا والله يكلموني يتصلون فيني يستاهلون بيض الله وجيهم بيض الله وجيك يا مروان بيض يعطيك الصحة والعافية كلمني وصولك الحين للنهاية شنو يعني لك؟ والله يعني لي بالنسبة لي انجاز صراحة الحمد لله رب العالمين دخلنا انا ما كنت صراحة حاط في بالي ان انا بكمل لكن من فضل الشباب الحمد لله ما قصروا قدروا يدزوني لين خلصنا كانت في مؤازره من اخوان موجود طبعا ما شاء الله انتم ثلاث اخوان ثلاث اخوان كنا اربعه واحد ما حالفه الحظ وسحب وثلاثه وصلوا الامور طيبه ان شاء الله زين انجازك هذا تهديه لمن؟ اهديه لامي اول شيء وهديه اخوي احمد اللي ما قدر يكمل معانا الظروف يستاهل عسى الله يقدر يكمل والباقي الربع الشباب القادم الحين خلصنا صمله القادم ان شاء الله السنه الجايه راح يكون في تحضير افضل من التحضير هذا وان شاء الله راح نقدم مستوى افضل من المستوى فكر بالثاني والثالث وغيره خلاص كفو تحريف يعطيك الصحه والعافيه عبد الرحمن يا هلا كلمني وصولك للنهائي شلون شفته اول شيء فرحتك انت وصولك للنهائي خلصت 200 كيلو لا طبعا الشيء مش بسيط يعني خصوصا انها تجربه جديده علينا يعني وكانت يعني في فتره وجيزه انك قررنا ان ندخل في هذه المسابقه ونخوضها
لكن الحمد لله رب العالمين صارت في دفعة الشباب وفي بعض الخط يعني بعض الخطط والترتيبات انه اقسم المراحل صحيح وبيلا تقسيم اكيد اكيد لكن واجهتنا بعض الصعوبات في بعض المراحل فكان الهدف انه اخلص المرحله هذه ما لي شغل في الباقي اتحدى يعني. نفسي واوصل بالضبط انا اخلص المرحله هذه ما لي شغل في الباقي لا خلصت من هذه طيب خلصت من هذه اللي بعدها ما اعتقد انها صعب منها عبد الرحمن الحمد لله رب ما العالمين. فكرت في مركز في اول مشاركه لك تقريبا لكن القادم السنه الجايه صمله موجوده التنظيم موجود قناه الكاس موجوده انتم ان شاء الله موجودين باذن الله باذن الله ليش لا راح نفكر في المركز يعني دام قدرنا فيها من اول مره نخلصها وكانت التحضيرات طبعا مش ما اخذت حجمها يعني لكن الان عندك سنه فممكن الواحد انه يحضرها بشكل ارتب واحسن وممكن ينافس فيها على المراكز ليش لا القادم افضل ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه خلنا ناخذ احمد يعطيك الصحه احمد تعال خذ لي مع العيال صغار شباب حاضرين تعالوا قرب طبعا احتفاليه هنا ما شاء الله طبعا مشعل شباب عيال عمي وتعرف شوي لازم ناخذهم اكثر يعني احمد يعطيك العافيه الاخوان كملوا انت الظروف قاهره انك ما قدرت تكمل كلمني شلون شفت وصول الاخوان اليوم هنا وانت كنت معاهم في بدايه السباق والله بالنسبه لوصولهم هني اليوم اعتبرهم ثيابه عز الله ذيابه والله انها مذيابه اللي يقطع 220 كيلو تقريبا هنا ذيب جاتني العبره جاتك العبره الحين الشباب اخوانك صغار وصلوا الله يعطيهم العافيه الله يقويهم كنت ناوي يعني اكمل معاهم بس الحمد لله على كل شيء قدر الله ما شاء فعل ظروف عند الكياك منعتنا ما نكمل والحمد لله على كل شيء انت الاكبر واحد فيهم شنعي لك اللي وصلوا للنهايه هذا يعتبر انجاز هذا ناموس لي ناموس لك الله يبيض وجهك وجهك ابيض ويعطيك الصحه والعافيه احمد مبروكين يا شباب يعطيكم العافيه ان شاء الله نشوفكم السنوات الجايه مشاركين في صامله يعطيكم العافيه مشعل هذا اللي وصل قبل شوي وناطرين بعد في قالوا حول تقريبا 3 كيلو 4 كيلو حاضرين الشباب بيوصلون ذيب جاي عندك يا مشعل اي والله انا مذياب يا حماد مشكور واكيد اول باول بالاحداث اي شيء يطرا راح ننتقل لك ما شاء الله عليهم في الليل وقالوا لي الطريق يخرع الطريق اللي جاي المرحله الاخيره كله ديبان وحياه وعقارب والله يستر عليهم ان شاء الله يوصلون بالسلامه هذا اهم شيء احنا نبحث له في السباق محمد علي يمكن تتبع خاصه ضغط على نفسه فيها من الاخبار الخاصه انه بمسافات الطويله كان يحتاج الى تكنيك معين وما شاء الله يعني اضاف هذا التكنيك وشفناه وشاهدناه في هذا السباق بشكل مغاير احنا شفناه اخر 5 كيلو يعني اخر 5 كيلو انت يعني يبين عليه رافع السرعه وصل تقريبا 12 يعني بيسه تقريبا لما 4 ونص 5 بالكثير ايه بس شاف انه يعني تحليلي ومعرفتي لعلي شاف انه يعني خاف من الاصابه وشاف يعني ويعني المرشح يعني فرق كبير بينهم مع انه قلص لين تقريبا الكيلو بعدين يعني فيصل رجعت طاقته لانه كان مريح شوي صحيح. ايوه نعم فرفع السرعه طبعا مشاهدينا للتنويه هذا احد ايضا المتسابقين الصاملين ما شاء الله تبارك الرحمن بيكون حافي لا والله زين خط رجوله طبعا يصل قريبا الى خط النهايه وما شاء الله نفس ما قال حماد احد ذيابه الليل علي مشترك. شون السباق علي لا في بعد في 7 تقريبا او 6 الى الان لان اخر دفعه كانت 12 متسابق وما شاء الله وصلوا منهم 5 الى 6 علي شلون شفت السباق والله السنه السباق هذه لان تدري المسار السنه هذه المفتوح الفكره الجديده السنه هذه السباق 180 درجه عكس السنه اللي طافت واصعب تقريبا دبل عن الموسم اللي طاف موسم طاف كان لجنة تريحنا كل فترة تقريبا معدل 60 كيلو في اليوم بعدين نرتاح السنة هذه مفتوح بيكون في خطر شوي على المسابقين لكن الحمد لله رب العالمين ما في أي أخطار اليوم اكتسبت تجربة جديدة أنت علي بالخصوص صحيح أقدر أنا اكتشفت نفسي أنه 31 ساعة صح. جسمي خلاص خضع على هذا الوضع إذا أستمر السنة الجاية تكسر رقم صحيح أول مرة يعني أشوف الرقم هذا أني أنا أقدر أنجزه في خلال 30 ساعة لازم لكم الحمد لله رب العالمين دراسة خاصة للأمانة على هالوقت هذا يدرسون لعضلاتكم وأجساكم الجسدية والفسيولوجيا اللي فيكم ما شاء الله تبارك الرحمن الأمان حتى دخول الأكسجين وهذا ترى له دراسات كبيرة وأنتوا تدرون فيها الأوتو والغيره ما شاء الله الريكفري شلون سويته علي عقب ما خلصت والله أول ما خلصت أنت سؤال فني تفضل ربي حظك وصلت إلى خط النهاية مبتسم هذه فرحة الفوز صحيح
يمكن من قوتك الداخلية أنا لقبتك البلدوزر الله يرحمك ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن ما شاء الله كنت صلب تبتسم وتقول أنا وعدتكم ومبروك الفيصل. أنا أخوي حماد كلمني في مرحلة السياكل بالرماية لما كلمنا صحيح الرماية أيوة. بعدين قال لي متى حط توقعات، قلت له توقعاتي المبدئية يعني الخطة الأولية أني أوصل إن شاء الله صلاة الجمعة في الجميلية. نعم، لكن فيصل غير جميع التوقعات وانا وصلت على صلاه الجمعه طبعا. انا كنت بطلع الساعه 1 الليل، طلعت الساعه 11 ونص يعني تقريبا من الصبح. طالع الساعه 1 يزيد تكنيكك يمكن لاخر شيء سرعتك انها ممكن اكون ريحت اكثر، ريحت اربع ساعات ممكن يكون افضل لي، لكن الحمد لله رب العالمين ان فيصل طلع وطلعني معه وخذينا توقيت ممتاز يعني جدا الحمد لله رب العالمين. اهم جزئيه سويتها بس السؤال هذا ايش رايك اخليه بعد الفاصل؟ تفضل. نروح مشاهدينا ونرجع أكيد مع بطلنا علي بن صالح صاحب المركز الثاني وصاحب الرقم الرائع ب 31 ساعة و 17 دقيقة وثلاث ثواني. فاصل ونواصل. عدنا مشاهدينا وحبتنا طبعا علي، في سؤال بختم فيه معك. تفضل علي. لما قوموك من النوم قعدت ايش سويت؟ على طول اخذت الشنطه ورحت على طول على البركه اللي مسوينها، حاطين البركه فيها ثلج ريكفري، هذا احسن ريكفري حق صحيح واسرع شيء. على طول دخلت في البركه تقريبا ثلاث دقائق دقيقتين ونص، بس متحمس مو قادر ترتاح بتطلع على طول دقيقتين دقيقتين ونص وانا طالع رايح الحق على اكلك شيء ما عبيت. والله انا كنت متعشي، كنت وقتها كنت متعشي واخذت معي السناكات الموجوده بيض الله وجههم صراحه يعني دايت هاوس وعزام المناعي على الجل والسناكات اللي جابوها فاخذتها معي في الشنطه يعني هذه على الطريق لان الطريق بيكون 8 ساعات تقريبا قاهر. نعم بتقول كلمه اخيره يا علي. اشكر جميع المنظمين على بطوله الصمله السنه اللي طافت والسنه هذه على راسهم سمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني والسيد عزام مناعي والسيد راشد التميمي على دعمهم في كل لحظة معنا في كل مرحلة في كل موقف. بيض الله وجهكم ووجه كبير أخوي مشعل وأخوي محمد الشهري على الاستضافة. وجه كبير شكرا لك. محمد تقول شيء ولا؟ الله يوفقه وإلى الأمام. آمين إلى الأمام يا علي. وأنت بتمشي تخلينا يا أخوي الدرجة ما تبينا. طبعا مشاهدين أمام الصورة واضحة ولايف ومباشرة لمتسابقين أيضا يصلون إلى خط النهاية. نذهب مشاهدينا يعني لا تروحون بعيد انطرونا راح نرد لكم، نبي نروح إلى تقرير ونرجع لكم. سابقا اللي هي السباحة وباقي 27 على خط النهاية والحمد لله في صعوبات موج هواء وتيار ما حسبنا حق السقا والثبرة اللي كانوا مسبقينه كانوا صيدين البحر وهي ثابرة فكانوا يمشون. احنا ريحنا شوي بس على ما ناخذ قسط من الراحة ونتقوى يوم دخلنا تفاجأنا ان البحر ساقي وتيار وموج فالحمد لله ان عدينا وخلاص وعقبها وقفوا تيار كان ناطحنا واحنا ناطحين التيار والله صعب لكن الحمد لله تغلبنا على كل شيء والله والله الحمد لله تمام. البحر والله تعبنا شوي لكن الحمد لله عدت على خير. في مجموعات للحين ما دخلت بس الحمد لله رب العالمين قدرنا نعدي هالمرحلة هذه وإن شاء الله صاملين نكمل النهاية. يعني مشاركة إيش الفائدة اللي جنيتها؟ صراحة استفدنا من هالتجربة أشياء كثيرة وإن شاء الله نصحح بالسنة القادمة إن شاء الله. هذا واجبنا والله ترى ما كملنا الخط والله انكم مشكورين جزاكم الله خير ما شاء الله ما شاء الله مش قليل ما شاء الله الله يعطيك الصحه يا رب. جزاك الله خير واشكر ان شاء الله مع الخفر الصراحه ما قصروا يعني ساعدونا طول الخط كانوا موجودين ويانا وعندك بعد مال فزعه
والتنظيم كان يعني من احلى ما يكون حتى الاسعافات وانت واصل يعني ما شاء الله كان عليهم هم اللي يبدون فيك. ونشكر قناة الكاس على تواصلها الدايم يعني ما قصرت كانوا يتواصلون وهي القناة الممتازة. الله تبارك الرحمن مسابقة ما عليها كلام. يعني أحب أقول حق الشباب كلهم إن يشاركون فيها. الترتيب ما شاء الله ممتاز. الإدارة الطبية ما شاء الله عليهم، الثلج موجود، الماء موجود، النقاط كلها زينة، والشباب مقصرين. بس صار لهم استعداد بسيط يعني. وترى الكل اللي يري يخلص يعني. طامل ليه يعطيكم العافية. صاب معه ان شاء الله. ايه كيف شفت المسابقه الحين وانت ماشي معه؟ من افضل المسابقات وما شاء الله عليه الشباب كلهم ما شاء الله، وان شاء الله تستمر. ما تتحمس انك تشارك العام القادم؟ لا تحمس واشجع الشباب كلهم يشاركون. مسابقه ما شاء الله تبارك الله صعبه، لكن الله يوفق الجميع. لو العام القادم ان شاء الله، العام القادم ان شاء الله نبحث عن الرقم، لكن العام هذا نتحدى كيف نوصل. بس أول مرة شارك؟ أول مرة شارك. لو بشارك على طول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بشارك على طول. وأنت وياه. والشباب كلهم إن شاء الله اللي شافوا المسابقة السنة هذه كلهم متحمسين ويشاركون المسابقة الجاية إن شاء الله. وأنت وياه. وأنا معهم على طول. في رحلتنا هذه صراحة اللي قطعنا فيها تقريبا 80 كيلو. ساعدك؟ ساعدني كثير. هو معنا سبحان الله اول شيء ما بدينا المشوار 80 كيلو معه، بديت مع واحد اخر، لكن هذاك الثاني ما شاء الله كان نشيط اكثر مني فكمل السباق قبلي. لكن هذا الرجال احنا التقينا فيه في الطريق وسبحان الله استمريت معه الى هذه النقطه، ونستمر ان شاء الله مع بعض الى النهايه باذن الله. صف. والله الحمد لله، بس ما أقدر أجري يعني صراحة. الأول 40 كيلو كنت ما أخذ مركز حلو، بس من اللي صفة جات خربت على أي حاجة. بس الحمد لله يعني أنت شاركت أول 40 كيلو اللي صابة صدتك وقتها. نعم من وقتها مكمل. أي والله نعم شاء الله الحمد لله شباب كلنا. كيف شفت مستوى المسابقة هاي المرة؟ لا والله المسابقة روعة صراحة، في قمة الجمال والنظام، وصراحة المنافسة كانت عالية جدا من الشباب وشيء طيب. وصراحة يعني وصراحة دي أول مرة لي أشترك في المسابقة، بس بإذن الله تعالى المرة الجاية أيضا من ناحية نظام وترتيب وأي حاجة كانت متوفرة والحمد لله تعالى. والله الصمود طيب، والمشاركة دي مي بسهلة صراحة، مي بسهلة يا تعب يا مشقة. المشاكل اللي تصادتك ايش؟ والله ما صارني الا اصابة امس الظهر في الركبة، هي اللي اخرتني كثير. والبحر كيف شفته؟ البحر انا مسبح، البحر تاخذ فيه 3 ساعات 4 ساعات. اليوم اول واحد مع 27 شخص دخل معهم البحر، انا اول واحد دخل معهم، واخر واحد طلع. ايش اقول الله. جزاكم الله خير، لا قايمين عليها ولا اللي متقنينها ولا المشرفين عليها ولا حتى المنظمين المشاركين فيها نفسهم، حتى خدمات إسعافية
كلها الحمد لله دي متواصله معنا من بدايه للنهايه. دعوتك للشباب الله يوفقهم. ان شاء الله خلاص الرجل خلاص ما دامت تشم من المسير اللي قطعنا خلاص احس ان العضلات كل شيء عندنا كل شيء متشنج عندنا خلاص صبرنا من المشي ما شاء الله عليك معنوية عالية على الرغم من انك تعبان لكن معنوية عالية باين عليك والله لو اكثر من كذا بدك ما شاء الله بس شوي تريح تريح وترجع قول قولك فاضل والله من يوم طلعت من سيلي باذن الله اي والله انتم وقفوا السواحل اقسم بالله نفع المقطع الله يجزيك خير اقسم بالله الله يرحم والديك شفت السباق وانت صامي للنهايه ما شاء الله عليك والله الحمد لله يعني السباق ما شاء الله يعني صحيح صعب يعني ولكن الشباب كلهم كفى ان شاء الله اللي شاركوا سواء اللي واصلوا او اللي انسحبوا بعد يعني كيف شفت المرحله الاخيره خصوصا انها بتكون صعبه بعد البحر هاي والله كل المراحل كانت صعبه يعني كل المراحل لها يعني صعوبه معينه فالحمد لله اجتزناها كلها واتمنى ان شاء الله التوفيق للشباب اللي لسه ما وصلوا وأبارك لإخواني اللي وصلوا بكري. الحمد لله ما كم يعني ما في صار صادفك الحمد لله. لا الحمد لله يعني كنا يعني نتجاوزها يعني. إن شاء الله. الشباب منتظرينك العيال ما شاء الله عليهم. نعم هذا أخوي سلطان وهذا ولد سلطان. إن شاء الله. نعم ما قصر أبو علي. كلهم مستعدين إن شاء الله يشاركوا بسم الله. أنا كنت متبع استراتيجية اللي هي اللو باور مود. أيوه. على هداوة لين أوصل. أنا ما أبي أستنزف طاقتي وفي النهاية ما أكمل 27. فالحمد لله كل الأمور سهلة على ما يرام يعني خدت في الستين هاي وقت طويل لكن
اهم شيء ان جسمي ما يتعب ويستهلك كل طاقته. كفو عافية عليك يا شباب. الحمد لله على السلامة. كفو فايزين. لا والله شعور جميل. كل الشكر محمد يعني ما شاء الله عليه صراحة. فايزين عيال. شجعني وأعطاني معنوية. والله يعطيه العافية إن شاء الله. فايزين ما في هاول ثاني. فايزين اللي وصل هالخط هذا هو الصبر. أشكركم والله أشكركم على جهدكم اللي معنا وعلى التوزيع البارد وعلى التغطيات. مو مقصرين. بيض الله وجيه. حنا نثور بعد إخواننا جايين. وصام لك كل سنة. جماهير لكم حنا جماهير لكم. جايين نشجعكم. والله ما كنت ناوي أجري صراحة بس محمد صراحة دزني يعني وشجعني وقال لي لازم يعني أركض وشفته المعنوية طلعت فوق الحمد لله تعالى. كيف الحين الإصابة؟ الحمد لله تعالى صراحة في ألم بسيط بس. بسيطة بإذن الله تعالى. يعني تسبحنا وتنشطنا في العضلات. بس إنا حب السباحة 27 كيلو الجمالية. خلصناها بس حسن في 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 طاقة متعودين إحنا كل يوم 70-80 كيلو. طبعا انا الحين تعبان كلش يعني ما ادري لان المسافه اللي قطعناها من امس. طبعا احنا بدينا من الساعه انا بديت الساعه 6 المساء وتقريبا يعني ما نمنا الا يمكن ساعتين ونص وللحين والظهر انه باقي لنا بعد يمكن ساعتين ثلاث ساعات. انا اوجه طبعا رساله للشباب انهم يشاركون في المنافسات ذي لأن المنافسات هذه تعلمهم الصبر واللي احنا فعلا محتاجينه. أنا دائما أقول المنافسة هذه تحتاج ثلاث أشياء، هي الصبر والصبر والصبر، لأنك لازم تصبر على الألم، تصبر على أحيانا الملل لأن أنت تكون بنفسك في منطقة نائية، وتصبر على كل شيء. صامل ما شاء الله صامل بإذن الله. كيف شفت المسابقة الحين؟ والله المسابقة صعبة لأني مش مستعد لها في البداية. لا بس علشان أصم الله وكذا ونصبر إن شاء الله نصلنا. لا لا ما قصرت إن شاء الله الموسم الجاي أفضل. بدون تدريب بدون شيء. أنت صملت معي معاه في آخر. أنا معاه وإن شاء الله إن شاء الله بعد السنة الجاية معاه بعد. إن شاء الله. بإذن الله. الحمد لله على السلامة. يصبر الواحد ويواصل والتعب يروح وصرت تعب يروح. وهذه مسابقة تنشيطية تجهز للواحد بدل ياخذ درس الموسم الجاي يكون افضل والشباب اللي برا يجيبون الحين احتفال خلص 250 كيلو منها بحر منها تعب يكون وصل فرحته هم يتمنونهم محله. اول شيء الحمد لله الفضل من الله سبحانه وتعالى على اتمام المهمة الشاقة صاملة. ودي اشكر كل اللي قاموا على تجهيز المسابقة هذه من الالف الى الياء على راسهم اللجنة المنظمة ما قصروا معانا اللجنة الطبية ما قصروا احواض الثلج موجودة العش طبيعي مساج كل شيء ما قصروا معانا جزاهم الله خير. صراحة كانت وايد وايد صعبة يعني أول يوم عديناه وكنا الجسم انصدم مو متوقع. فثاني يوم كان وايد صعب صراحة. اليوم الثالث عدة حسيت أنا شخصيا إن يعني أسهل من اليوم الثاني ما أدري ليش يمكن من الفريق الطبي والحمد لله عدت احساس جميل وصول لي والله احساس يعني
أتذكر يوم كان باقي يوم بدينا قالوا كيلوين، وحين أذكر يوم قالوا باقي الكيلوين. الحمد لله رب العالمين، أكيد سعيد إني أنجزت هالمسافة هذه. الحمد لله رب العالمين. كيف شفت السباق في المرحلة الأخيرة؟ صراحة بعد البحر كان شوية ريحنا شوي وقدرنا نكمل المسافة الباقية، ونتمنى الباقيين يكملون. هذه 80 كيلو هي المحك. هي اسم الله خلاص. إن شاء الله السباحة والـ27 الجاية هينا إن شاء الله. مبروك يا كابتن، ألف مبروك. الله يوفقك. كفو. يلا الله يعينك. هلا هلا. روح طيبة تربطكم جميعا فيها. اي اكيد اكيد اكيد. كلنا اخر شيء الواحد كان في البداية انه يحب ينافس، بس اخر شيء في النهاية كان يشوف ربعه واللي حواليه ويساعدهم ويساعدونه. الحمد لله على كل شيء. والله هالبطولة علمتني صراحة تحدي النفس أكثر شيء، والله الصبر وايد صراحة، عشان صبرنا والله، قعدنا وسهرنا الليل الحمد لله، بس آخر شيء وصلنا. احنا أهم شيء كملنا الصملة، بدأنا فيها واتفقنا أن نوصل والحمد لله وصلنا، بحد الظروف اللي صادفتنا إصابات الحمد لله تعديناها. ضغط الواحد ضغط على عمره، هذه الصملة إذا أنت مصاب شو كيف تكمل؟ هذا إنجاز أنا أعتبره بلي بصراحة. واللي أخذ البطولة أنا مش على أساس إني داخل بأخذ البطولة، أنا داش إني أكمل المسافات هذه لأن أول مرة أشارك فيها، والحمد لله كملتها، كفيت ووفيت على ما أعتقد اللي وعدت إني أكمل 200 كيلو كملت الحمد لله. الحين كيف شفت مراحل السباق عموما؟ عموما بصراحة مراحل مشوقة الحمد لله. سباحة، ركوب دراجات، في مخاطرات صارت في السباحة، اليوم الأمواج كانت عالية، الحمد لله تجاوزنا هذه المراحل كلها، وصولنا لنهاية الصملة الحمد لله. هذا إنجاز لكل لاعب، وكل واحد تحدى نفسه وتحدى ذاته إنه يكمل المرحلة. وصلت النهاية الحمد لله رب العالمين. السباق ما أقول لك سهل، صعب حتى على اللي مجهز من زمان، بس الحمد لله رب العالمين خلص السباق قبل لا يخلص بيوم ونص، الحمد لله بدون استعداد بدون اي شيء الحمد لله رب العالمين. كفو. اي كان برنامجك انك توصل الختام بس من غير نتيجه من غير مرض؟ كفو. لا طبعا كان عندي تكتيك بس ما توفق. صعب الاصابات، لعيبه محترفين ومجهزين من سنين صادتهم اصابات وطلعوا وكانوا متصدرين. فرحة الربع الحمد لله اني صملت، وهم يدرون اني ما عندي استعداد ولا شيء وصملت الحمد لله رب العالمين. مين فيهم يشارك وياك السنة الجاية ان شاء الله؟ كلهم يشاركون ان شاء الله. الله يبارك فيك. تسلم. والله بدون تجهيز وبدون حاجة من أول كيلوات هذا الرجال له الفضل إني أكمل البطولة. هذا اللي أنا في الشارع. أبو كم العقال؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك. باقي يوم ونص على نهاية. حياك الله وجير. باقي يوم عيال. والله الحمد لله أنا سباق. يبي له تعب يعني، ويبي له أهم شيء الصبر وقوة التحمل، والحمد لله إحنا قدها وانجزنا المهمة، والشباب بعد ما قصروا يعطيهم ألف عافية ونجز المهمة. أقوى سباق شفته في هذا، سباق خطير يعني، ما أنجز فيه صراحة، واللي خذ الأول أهنيه وبارك له بالفوز، وعز الله إنه ما شفته أبطل منه، بطل يستاهل التتويج. لما أخذها في وقت خيالي، أخذها في وقت أظن 27 ساعة، 31 ساعة، هذا وقت قصير يعني، مو على 200 وشيء، إنجاز قوي، ما أتوقع في العالم كله حد ركب نفسه. الله يعينك.
عليكم. ما دخلنا الحب الصعب. بنكملها ان شاء الله. بنكملها. والله رغم الاصابات حق نفسنا. رغم الاصابات والله بنكمل ان شاء الله. وصلنا لهنا ونرجع ما خلاص نكمل. وان شاء الله ما باقي شيء خلاص. ان شاء الله الحمد لله ما باقي هذا المسار قدامنا وان شاء الله بنخلصه. سباحة سريعة واحنا رايحين ان شاء الله. صامدين. صامدين ان شاء الله. خلاص صبرت بما صبرت فوق ال 150 كيلو راح اكمل ما راح اصعد والله السباق جميل في صعوبه الحمد لله تعدينا الصعوبه ووصلنا الحمد لله للمكان المطلوب والوعد ان شاء الله في السنه الجايه يعني اسعد لحظه وصول خط النهايه مع ربعك نعم اسعد لحظه والله سعاده لا توصف انك واصل النهايه وتشوف والدك جنبك والدك الثاني جنبك هاي فرحة لا توصف ولدك مشارك ها كيف تشوف والله أشوف الحمد لله الفرحة إن شاء الله تنسيه التعب وتنسينا كل شيء ما يحتاج هذا طال عمرك يعني بيض الله وجيه الشباب بيض الله وجيه الشباب بيض الله وجيههم حنا جايين نخلص جايين تنافس مع أنفسنا مش جايين تنافس مع العالم بطولة صملة مش بطولة تنافسية مع الناس تنافس مع نفسك إن شاء الله مع عدم الاستعداد إن شاء الله صاملين وإن شاء الله تشوفونا في النهاية إن شاء الله والله رغم الإصابات اللي فينا رغم التمزقات اللي صايرة لنا بس الحمد لله على كل حال يعني الإسعاف ما يقصرون معانا وكاملين إن شاء الله وبنكمل المسافات كلها ما بقى إلا القليل إن شاء الله إن شاء الله بنوصل كنا والله بنوصل افضل من كذا بس ضربتنا يعني جاتنا مشاكل وجاتنا شغلات اللهم لك الحمد والشكر نقول الحمد لله صوت ايش تشوف ضبطناها قد ما نقدر والحمد لله رب العالمين كيف شفت المراحل مراحل والله اكثر واحده يعني تعبتني 60 60 كيلو لان قبل كنت مخلص 60 وفا 60 هذه 120 هذه شوي اللي ذبحتني صراحه توقعت انه تكون كثير المراحل هاي والله من البداية أنا حاط في بالي إن شاء الله إني أكون أفضل بس الحمد لله على كل حال صراحة كل ما نقول المرحلة دي أصعب تجي أصعب منها فإن شاء الله خير ليرفع منها المعنوية الربع والجماعة اللي تركناهم على أساس إحنا داخلين صاملة لا تذكرناهم إن معودين إن شاء الله لازم نعود إحنا خالصين ما في عذر يعني إلا إذا ربي عم يكتب لك إنك توقف بسبب ما أما غير كذا إن شاء الله الأمور طيبة. بعد عندك نقطة؟ لا هذه سهلات إن شاء الله نستمتع فيها إن شاء الله. السباحة نسوي رفرشمنت وعقب نستمتع في الباقي هي أصعب مرحلة هي والله أصعب مرحلة كل ما تجي مصعب مرحلة صعبة اللي بعدها تكون أصعب فالحمد لله صملنا والله لك الحمد كنت بنسحب والله بس شفت الشباب صاملين ويشجعونا والأهل ما قصروا اللي شجعنا واللي يرسل مسجات وكذا ويحفزوني اللهم لك الحمد صملنا وإن شاء الله ما بقي إلا القليل إن شاء الله هانت هانت ها؟ على الله إن شاء الله يقدرنا ونخلص المسابقة لو بتخلص ما بقى شيء عند المرحلة واللي بعدها خلاص عاد قطعنا ما فكرت بالانسحاب؟ ولا شيء ولا لحظة والله فكرت في الانسحاب بعد الأربعين كيلو اللي هي قبل هالمرحلة قلت أنا خلاص بنسحب لكن الحمد لله فضل الله فضل الشباب دزوني قدرنا نوصل والله أول تجربة لي أنا في حياتي صراحة وما جهزتها لها نهائيا أحمد ربي على الإنجاز اللي أنا أعتبره بالنسبة لي صراحة وصلت لهذه المرحلة إن شاء الله بس أخلص البطولة يعتبر إنجاز بالنسبة لي السنة الجاية إن شاء الله أحاول نحضر لها في البداية في جهد لكن ما فكرت أنسى لأنه تحدي النفسي وصار متوكل على الله سبحانه باقي سباحة وباقي تقريبا 30 كيلو متوكل على الله سبحانه أنت متوقع توصل إن شاء الله اليوم في الليل إن شاء الله
فاصل الحمد لله. أصعب مرحلة 60 كيلو. تعرف الإصابات بس الحين نتحمل على أنفسنا على أساس نخلص المرحلة كلها. هذا إن شاء الله إن شاء الله هذا يعطينا ريكفري تشوفنا في البحر بعدها كم كيلو وخلصين إن شاء الله خلصها في وقت قياس إن شاء الله. والله محبة صراحة مفاجأة نفسي بنفسي صاملين إن شاء الله. طبعا احنا ماسكين تغطية مسابقة الصملة من ليلة الخميس اللي هي الأربعاء في الليل الساعة 6 إلى بكرة الصبح الساعة 6 الفجر. التغطية ابتديناها من على المراحل ما شاء الله في ناس وصلوا من تقريبا من أول 28 ساعة كنا مغطيناهم في كل المراحل. خلال التغطية هذه كلها تقريبا فوق 370 متسابق استخدموا الإسعاف أو الإسعاف اضطر اللي إن يعالجهم عادسة الوصائية وفي 12 متسابق تم نقلهم إلى المستشفى كلهم بخير وعافية بس تعرف ركب ومركب حتى بعضهم أكثرهم عقب ما وصلوا النهاية تم نقلهم تقريبا فوق 22 أو 23 هذول كلهم بينتقلون لازم إنهم يسوون السويمينج قبل الساعة 4 العصر وبيكون باقي لهم 28 كيلو إلى نقطة النهاية. أنا أتصور إنهم بإذن الله قبل نص الليل بيكون واصل. المركز الأخير نفس الأول بس إن شاء الله نكمل على صملة ونختمها. والله مرحلتين هيك وعندك هذه المرحلة اللي قبلها صراحة يعني مرحلة جدا صعبة. مرينا مشوار إصابات بس الحمد لله أننا خلصنا وإن شاء الله بنكمل وبنخلص. يعني باقي 30 لازم تكمل. العزيمة العزيمة تسوي كذا إحنا دشينا صملة. طالنا حنا المسافة كلها على 30 يعني. والله كان برد وماي بارد الحمد لله خلصنا. وانت ربع من الاول؟ ايه من انا وال من اول 30 ابو محمد من اول 30 كيلو مع بعض ان شاء الله لين النهايه مع بعض. لين النهايه ان شاء الله سبحان الله مكملين بعض. وناويين ان شاء الله كم كيف تروحون هنا هرولة او جري او ان شاء الله ده صحنا مباراه طيبه. ايه ان شاء الله انها مشي. والله كان الماي الحمد لله كانت الماي راكدة وساعدتنا في السرعة في عمل السرعة خذنا تقريبا خذيت البحر تقريبا ساعة ساعة سبح وصلت هنا الحمد لله بدلت والآن خلاص يعني الآن نضحك مع بعض مع الشباب ونمزح كأن احنا محتفلين بالإنجاز. بس انت كمان شباب ما شاء الله عليك يعني ايه الحمد لله أمور طيبة إن شاء الله وبقي علينا تقريبا 25 كيلو ما شاء الله انها سهله. ابى اضبط الثلج. كانت مرحله استشفاء مثل ما يقولون. ما شاء الله. والله نسينا التعب، كانت متعبه اخر 80 شيء 90 كيلو كانت متعبه. لكن سبحان الله كل التعب راح الحين. عقب ما رقدنا شوي خلاص نسينا كل التعب. والله ما قصرت والله اني بقى حبيبي. كل الاغراض هذه تحتاجها؟ اي بخليها معي خلاص ما باقي شيء. كيف كانت الصملة معك؟ جميلة ما شاء الله الحمد لله الأمور طيبة إن شاء الله. يعني بتعيدها الجاية إن شاء الله؟ بأحسن حال إن شاء الله بإذن الله يكون الترتيب أفضل والسباق أجمل إن شاء الله. بشوفك طالع من المي بالعلم. هذا علمنا مستحيل نخليه طال عمره لازم يرفع فوق ما ينزل.
هذا يعني سبحت فيه 2 كيلو ونص وانت شايله فوق. سبحت وجاي فيه 75 كيلو بعد. والحين بالسباحة 75 كيلو، بكمل 27 كيلو بوصل للنهاية بركزها في النهاية. اخبارك كابتن تمام؟ تمام. في اصابه ولا شيء؟ لا لا بس عندي ركبه قبل لا اخش البحر هي اللي شوي تعبتني. ركبه اليمينة؟ اليمينة. شو شد يعني؟ لا مو بشد يعني. وعندي اصابعي بعد من ال عايزه كابتن ولا ايه؟ والحسن كاميرا شباحه سكوتر 5 مرد لي رقم شباحه المتسابق اللي حالته شوي تعبانه. كيف عمليه التامين هذا المتسابقين من المي من سكريت حدنا؟ في اللي هو الان مثل ما تشوف السكوترات والطرادات في البحر فيها الافراد اللي يامنون المسار المتسابقين بحيث انه ما يكون في متسابق يكون تعبان او شيء على طول يتمون يسعفون على طول. بس واحنا نستقبل المتسابقين ونسجلهم بارقامهم لتامينهم يعني ان كل شيء تمام وان اللي في البحر كلهم مطلع. كيف الحال معكم الحين؟ نقضيها تمشي لين نوصل. إذن هذه استراتيجيتك يعني مشي؟ مشي. ليش تعب حالي؟ أنا أقدر أركض المسافة دي كلها لكن وبعدين وصل مركز يعني مثلاً أتعب نفسي على الفاضي. خلني أحط طاقتي على أساس أكمل وأنا مرتاح. لك البرد وانا سهران والنوم علي مجافيها والنوم علي مجافيها ضابط خبر دايم زعلان كل السريه يجازيها كل السريه يجازيها. بعد ان شاء الله اقل من 20 ان شاء الله للنهايه ان شاء الله مصاملين. كابتن سعود في ناس قالنا انت عميد الصمله صح؟ عميد الصمله ما ادري انا وهاب وهاشم كلنا عملنا. لا لا انت اكبر مني بوايد. كم من خلاص سن هاي يحتاج شرف لنا. الله يبارك فيك ابو هاشم عميدنا سواء حتى الثعبان اللي نام معاه امبارح والله شفته اللي ما نام امبارح الظاهر يعرف ابو هاشم. والله الحمد لله انه ما يعني سبحان الله انا نمت في البر لان تعبت ما نمت في الخيمه طبعا لازم يشيلون مني نقاط لكن اضطريت لاني وايد كنت تعبان الحمد لله نمت نومه يعني عدله لكن عقب ما قمت ومشيت شوي لا اشوف ثعبان قلت الحمد لله انه ما صادني يعني ما جاني يعني ربي يسلم الحمد لله. ابو هاشم انا وياه قبل البطوله سالته قلت له كيف استراتيجيتك خطه في المراحل؟ قال ان شاء الله اني اخلص في 80 ساعه. قلت يعني معناته للساعه 3 العصر يوم الاحد. قال هالشكل سبحان الله الان وصلت الحمد لله. توكلنا على الله اول واحد ان شاء الله. يا جاب قدام شوف مش من داش مش من ناكل الله عليك صوتك اول واحد الحمد لله اصبرك على الله ما في وقت
أشكر المنظمين وأشكر اللجنة وأشكر حتى الإسعاف. الله ما قصروا معنا. خلاص اعتبرنا ان خلصنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اي ساعة متوقعين توصلوا؟ ان شاء الله المغرب نكون موجودين هناك. ان شاء الله. خط النهاية اتوقع. تحتوا شوية هيك. اي الحمد لله. ماكسيمم الساعة 9. لا لا في في كلنا احنا بنمشي جروب واحد ان شاء الله. لا كلنا جروب واحد قصدي. وين هاوس سوالف مع بعض؟ تسويت؟ بغيت تريح عندك عندك الاوصاف على علي على الجبال اي حاجه تحس فيها تساعدك تحصل كل حواليك. المنطقه الاولى هذه تمشيها الحين يمكن حوالي 200 متر او 300 متر ما فيها ماي. المسافه بتقل عليكم. النهايه صامل. للنهايه ما وصلنا لهنا عشان ننسحب. شعور الفخر والفوز وشعور ما اقدر اوصفه الصراحه. مريت انت على الخط الحين بعد البحر على الشباب؟ في وراي شباب يعني. سبقتهم يعني؟ لا معي بس هم ريحوا وانا اكمل. من اول ما بدينا من خط البدايه وانا افكر يعني ان شاء الله انه راح نخلص بنخلصها ان شاء الله. فاول ما وصلنا ان شاء الله الحمد لله ما شاء الله خط النهايه هكلم حتى زميلي اللي كان معي اقول له سبحان الله شوف متى بدينا من يوم الخميس مع بعض بدينا ونشوف انتهينا بعد سبحان الله خط النهايه شفنا البدايه وشفنا النهايه فرحه كبيره يعني الحمد لله رب العالمين. خلاص والله ما اقدر اتكلم تعبان حدي. كلمه واحده بس بتقولها لنا؟ كلمه واحده صاملين وصملنا الحمد لله رب العالمين. صمله واحد كانت اكثر بس كانت فيها متنوعه كان فيها تسلق والسوالف. الصعوبه في الصمله اثنين المسافه اطول ما فيها يعني راحه. اذا خلصت تروح انت وقت توقيت وتطلع متى ما تبدك حاول تكتك يعني. في البحر كنت اقول حق رفيجي احنا اذا ما صملنا وكملنا هذه المسافه احنا ميانين ندخل هذه المخاوف في البحر مع الطين وما الى ذلك والتعب هذا كله اخر شيء ما نكمل احنا ميانين لازم نكمل خلص انت صامل انت اخذ لقب يعني مو بسيط عرفت شلون؟ فكانت المسابقه حتى اصلا ايش مش بسيطه صعبه جدا فصراحه من الاشياء اللي كانت دافع لي اني اكمل الاسم نفسه وكذلك الشباب اللي معاي اللي حولي ربعي يعني كانوا يتمنون اني اخلص ويعني نفس ما تقول ايش تبي تلفت الانظار الشباب لك انه ايش على اساس انه بعد ذلك يعني يسيرون على هذا المجال. ابي صمله تبدا في مدينه وتنتهي في مدينه يعني على سبيل المثال يعني نبدأ من الخور نبدأ مدينة من الخور على أساس المدن هذه تعطي ترفع المعنويات للمتسابقين مثل ما يصير في الدول اللي يصير فيها مسابقات
دائما تدخل مدن وتطلع من مدن. فهذه الأبي هم يعني اللجنة المنظمة للسباق لها تفكر في هذا الموضوع، إنهم يا تبدأ صملة من مدينة أو تنتهي في مدينة، على أساس أهالي المدينة وأهالي مثلا الخور أو الوكرة أو غيره يعني يكونون من الناس المشجعين. لا احنا من يوم بدينا واحنا في صراحة في صحراء وفي مقطعة، يعني ما شفنا حد، كله ما نشوف إلا بس الصحراء. فما بالك يعني لو دخلنا مدينة هالشكل ورفعت معنوياته، حتى الأوجاع بتروح. أنا لما وصلت هنا الحين قبل كيلوين كان في أوجاع، لكن لما شفت الخيمة وشفت المشجعين والمحبين يعني الحمد لله راحت الآلام. السنة الجاية وياهم بإذن الله ونتيجة أحسن وأداء أفضل إن شاء الله بإذن الله. اللي بيشارك السنة الجاية شو تقول له؟ صراحة يعد نفسه معنويا قبل ما يعد نفسه بدنيا صراحة. يعني في شباب كانوا معانا في الـ في الـ في المسابقة، يعني إعداد بدني صفر. أنا أقول لك إعداد بدني من عنده هو صفر، مجرد إنه يعني جسمه عادي، مو يعني مو بذاك الوزن، لكن إعداد النفسي عنده قوي. تحس يعني ما في شيء في رأسه وفي عينه بين عينه إلا خط النهاية. خلصت المرحلة البحر، باقي 27 كيلو. هاي يعني كان مثل ما تقول راحة حق الرجل. والله جد أقول لك يبيلة شوي. الحمد لله الحين باقي آخر 27، إن شاء الله أول 15 كيلو على الراحة، بعدين إن شاء الله كذي نفتح تدريج. الحمد لله الحين خلصوا متسابقين منافسات البحر، سبحوها وطلعوا، والحين بيبدون ان شاء الله سباق التراك اللي هو 27 كيلو. كل 10 كيلو في تشيك بوينت، ونقول يعني كلهم فايزين. هذا علمنا طال عمرك، وإذا ما شلته ما اللي بيشيله، لازم أشيله. أنا أمثله كمواطن قطري وشارك في مسابقة نفس هذه، مسابقة يعني تعتبر من أصعب المسابقات اللي تمر على الإنسان، فلابد إني أشيله، وأنا أدري إني بكمل وأوصل للنهاية، فلابد إني أشيله. هذا طبعي ولائي لدولتي وبلادي والعلم. أنا والله أدعو الشباب القطريين كلهم بدون استثناء، سواء كان رياضي أو مو برياضي، عندك مجال أنك تستعد للمسابقة الجاية، استعدوا. حياكم الله، ترى والله ما راح تندمون، بالعكس تكسبون إخوان، ثقة في النفس وصبر وعزيمة قوة إرادة. هذه من أفضل الأشياء اللي ممكن تكتسبها من مسابقة صمت. تعب لكن يعلمك التحدى الألم. كل أسبوع تعلمت الصبر 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 الصبر، لما قسم بالله العظيم ما حد يقدر يخلص هالسباق إلا بالصبر. الكل يحس بألم، الكل واحد في السباق يحس بتعب وألم، ويصبر ويصبر وينال النهاية. كلنا فايزين اليوم. شكرا صراحة للجنة المنظمة، شكرا لسمو الأمير، شكرا على هذه البطولة. صراحة هاي البطولة تخلي الواحد يشوف نفسه، يتحدى نفسه، يشوف نفسه وين هو، وين طاقته، وين لياقته، وين قوته. سبحان الله، يعني من أقوى بطولات في العالم أنا سمعت، لأن ما في بطولة في العالم 200 وزيادة كيلو شبك مرة واحدة على 4 أيام، وأنت تحدد متى ترقد. يعني مرت علينا أوقات ما ننام على أساس نقطع مسافات كبيرة، على أساس نسبق ونروح قدام. الحمد لله رب العالمين. أشكرك صابر صابر، آخر شيء صابر، آخر شيء اللي صابر اللي هنا واللي
يعني اصعب مرحله مرت في الكويت. عند اخر شيء هنا، عند اخر مطار، عند اخر كيلوات. والله سعيد جدا يا اخي انه صراحه يعني خلص خط النهايه، مع انه ما استعد لها يمكن اقل من شهر يعني كان الاستعداد، لكن الحمد لله يعني فعلا يعني بينا رجال وعلى قد المسؤوليه الحمد لله رب العالمين. والله هو يعني شيء اقول لك شيء يسعد ان الوالد الله يقويك، شيء يسعد يعني ان الوالد يعني مفتخر فيني ومن هالكلام، والحمد لله ان خلصنا ثم لنا النهايه. وش تقول لنفسك؟ على عائلتي ان شاء الله باذن الله انه يشاركون صمله 2022 باذن الله. ها تشاركون؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن تعالى. كملنا 40 كيلو بدون توقف. بدون توقف ما وقفنا نهائيا. كملنا. استزنا البحر. عقبها شوي بالراحه. والحمد لله انت ما تشوف. احنا من البدايه كنا انا والرجال كنا مع بعض. بعد ما تعدينا مرحله الاعداد. مرحلة 40 تعرفنا على الناس ومشيناهم معنا لين ما وصلنا النهاية الحمد لله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. هذه حصائل وثمار هذه البطولة زيد، اللهم لك الحمد. الاخوان اود اشكر الاخوان القائمين على البطولة، عز الله انها جهود جبارة من الاخوان وعلى راسهم اخوي عزام المناني وثم حسن سلطان بن حسن الغانم ورابع كافه اللي ما احضرتني اساميهم جميع المنظمين، وانا ما كنت مجهز الا قبلها بشهر او شهر ونص تقريبا. الهدف اني اوصل نهايه صمله، نهايه البطوله، هذا الهدف. اول شيء وثاني شيء اللي كل من وصل نهايه صمله يعتبر رجل يعني لا اله الا الله عليه، اجتهد على نفسه وخذ المقابل زين من بانتهاء هذه البوابه عند وصوله هذه المرحله. والحمد لله على كل عدنا مشاهدينا ومتابعينا بعد هذا التقرير في مفاجأة ظهرت فيها أنا يمكن أول استديو لما طلع وياي عبد الرحمن كأصغر متسابقين في صملة وأكمل يوم ميلاده قبل السباق بست ساعات 6 الصبح. عبد الرحمن قدم ليش مخترع مني تعال هني تعال شوي. عبد الرحمن مبروك. عبد الرحمن أنهى السباق، متى أنهيت السباق؟ الساعة 7 اليوم. شلون كملت عبد الرحمن؟ والله بتشجيع من الأستاذ والاخوان. ايه لا تخاف على سولف عادي، تشوف لسانك شطوره تحت الهواء ما شاء الله تبارك. صوت روح صراحه. عزام ايش قال لك شجعك يعني؟ يعني اول مره اشوف فيها رئيس لجنه يجي يساعد العائله ماي يحط لك كريم يساعدني على الكسل. كريم وش يحط لك؟ ضد الشمس. ضد الشمس وهنشوف يقولون. طبعا مشاهدينا يمكن اول استديو ما شاء الله طلع بصوره حلوه ولكن البشره تعبت الحين. تشجع ربعك واخوانك ما له شغل العمر، شفنا اكبر متسابق واليوم انت اصغر متسابق. يا عبد الرحمن انهيت السباق والله البطوله يبي لها اول شيء تركيز، واللي حط في راسه هذا تقول يبي لها رجال، تبي لها ناس تحمل لا قوه، مو بصرف قوه. اي واحد يقول لك انا عندي قوه مثل القحطاني كان يتمرن من السنه اللي طافت جهز لها السنه، يعني البطوله يبي لها وقت طويل عشان جسمك الاعداد، جسمك يتعود على المسافات هذه اللي انت بتاخذها، يعني مو بيجي ينصدم. انت خططت 50. ولا كنت توصل مرحله تقول ها برتاح ها بقوم ولا؟ لا والله انا يا رجال كنت اكمل عادي. إيه؟ مرات اتكسل يجي الاخ عزام وراشد تقول شجعني. نعم صح قريب خلاص قريب اوكي واطلع اكمل عادي. هذه خطه. ايه خطه هذه تكتيك. اي شيء بس لفني شويه باخذ وياك سيلفي انا هم افتخر كلنا اللجنه ويا بعض. عبد الرحمن نفتخر فيك، مشكور حبيبي، يعطيك الف عافيه. اسمع كلمه عزام اخوك الكبير، شارك السنه الجايه ان شاء الله اذا انت موجود. ان شاء الله ان شاء الله. يلا الله يوفقك ان شاء الله كلهم موجودين ويعطيك الصحه والعافيه. حظك شنو؟ خلصوا. الله يحفظك.
طبعا مشاهدينا نشوف عبد الرحمن الشمري الله يعطيه الصحة والعافية. الولد هو أصغر متسابق مواليد 99. عزام هذه الصورة اليوم اللي شفناها، شفنا المتسابقين يمكن لما كانوا الضغط عصبوا، وشفتهم الحين يلمونك يضحكون معاك. طبعا نستضيف عزام المناعي رئيس اللجنة المنظمة في آخر استديوهاتنا لسباق صملة. الجمال كلمة بس قبل أن أنتقل إلى عزام، 118 متسابق يعدي خط النهاية ويصل كصامل، اسم صامل السنة اللي طافت كمقارنة ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا دليل على جذب أو تطور وثقافة جديدة صارت هنا في أبنائنا وأخواننا القطريين، عندما المشتركين السنة اللي طافت أقل من رقم 118، اليوم 118 طافوا خط النهاية، هذا إنجاز كبير. أكيد لا شك، السنة شفنا ما شاء الله وجيه جديدة مثل ما ذكرنا سابقا. أنا آسف بس راح أخليك ترتاح عشان على راحتك، مو أحسن؟ أذهب إلى فاصل إن شاء الله، إجباري هذا. أذهب إلى فاصل الآن ونعود إليكم مشاهدينا. عدنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل ونرجع إلى عزام رئيس اللجنة المنظمة. عزام الحمد لله، شوف حتى وجهك عافيتك ردت، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تكلم عن النتائج اللي تبي تقول أقوله. والله النتائج مثل ما شفت مثل ما ذكرت من شوي، عندنا 118 من أصل 196 اللي بدوا الخط، 183 197 اللي خلاص سووا ريجستريشن، البعض فيهم تأخر عن الحضور فبدينا السباق يوم الخميس، 183 متسابق، 130 متسابق، اليوم ننهي إن شاء الله بإذن الله 118 صامل. أحب أبارك لكل من قطع خط النهاية إن شاء الله. النتائج الرسمية ليست اليوم، النتائج الرسمية إن شاء الله في مساء الغد نعلن عنها، اللجنة الفنية حين قائمة بالإجراءات الرسمية بحصد النتائج وتطبيق المخالفات. شلون البروسيجر او النظام اللي تبع البروسيجر؟ كان واضح يا مشعل، تذكر يمكن اعلنا يعني في حضور الجلسه التعريفيه للمتسابقين تكلمنا على الشروط والقوانين والمخالفات مثل اي مسابقه رياضيه في العالم تحصل، فالشروط موجوده والقوانين واضحه والمشاركين على عنايه تامه، هم وقعوا على القوانين وافقوا عليها، فاحنا حين بصدد ان اجراء التفقد اللي هي النتائج النهائية والأرقام ونشوف اللي هي وين المخالفات. طبعا في لاعبين راح يشالون ليس تحديد مراكز، عادي يستبعد او لا لا يوقف. انتم يمكن ذكرتوا اعتقد الفترة الأخيرة اللي كان يقطع الخط كنتوا تذكرون المركز الأول او المركز الثاني او المركز العاشر، احنا كنقل نشوف من اول واحد وصل المركز الأول اللي وصل عندنا. المراكز رسمية عندك المراكز تحددون. مش يعني انا ما اعترف بالمراكز اللي انذكرت الى حد ان يتم تحديد اللي هي المراكز الرسمية صحيح من اللجنة الفنية. بالنسبة للي قطعوا الخط هم طبعا الترتيب العام الغير رسمي مثل ما ذكرنا، هذول الواصلين الى خط النهاية، هذا احد الواصلين ايضا ما انك تتكلم الحين الممر اللي يمشون عليه اللعيبه، المسار في نقطه لازم يسجل دخول وخروج صحيح في اثناء تخلفه يعتبر مخالف، هذه واضحه جدا ذكرناها في كتاب اللوائح والقوانين طبعا المحاضره. نعم السباق مثل ما تعرفون يا اخوان المسار 200 كيلو وتمت اضافه بعض الكيلومترات في المرحله الاخيره، ذلك القرار احنا اتخذناه بناء اسباب يعني. ايش قلت انت؟ شلون؟ قاطعتك بالخير اسف. علي كمال العمادي هذا امامك قاعد تسال عنه، كنت خايف اشوف غانم غروم علي غانم علي اسف غانم علي العمادي غانم 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 من الشباب الصاملين، وانا اشوف ما شاء الله ممشاه اليوم افضل من الامس وافضل من اللي قبله شلون صحيح. لا يعني ترى غانم انا يعني انا اشوفه يعني من الصاملين اللي بذلوا جهد جدا 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 كبير، يمكن ما كان مسرع بسبب الاصابه اللي صابته خلال الهاي، بس اصر رغم ذلك رغم الاصابه اللي جاته للامانه بالامس غانم كان يمشي تحت درجه حراره توصل 40 درجه مئويه ما شاء الله، وكان يعني معتمد كل الاعتماد الكلي على نفسه انه يقطع المسافه، وكان مصر جدا يقول انا ما توقفني الا جمالية. نعم ما شاء الله، وهذا هو ما شاء الله دخل حدود جمالية وما بقى غير القليل ان شاء الله ويعدي ويعدي خط النهايه يمكن اثناء الاستديو او ورانا يعني ورا الختام. خلنا ونسك بعد عزام، ما انك انت اليوم
ما شاء الله نفسيتك طول السباق ولكن اليوم أريحية لك، ريحت قدرت لأن تطمنت أنه ما في إصابات والله. أنا أتكلم على إصابات أشياء جسيمة أيه. يمكن نقولها أيه. بهاللغة أشياء كبيرة يعني، ولكن الحمد لله هذا الشباب وصلوا كلهم مبسوطين، أغلبهم يقول وصلت إلى خط النهاية والله أني نسيت كل شيء. الحمد لله. خلينا نشوف اللقاءات بعض المتسابقين الصاملين اللي وصلوا إلى خط النهاية مع زميلي حماد العبيدي. ذياب اثنين وصلوا، يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك ويسلمك. 120 وما شاء الله عليك وصلت الحين خط النهاية. الحمد لله. كلمني شلون شفت السباق بشكل عام وصولك الحين للنهاية؟ والله سباق قوي وتحدي بعد قوي وفرحة بعد قوية. ايش يعني لك انك وصلت للنهاية؟ الحمد لله. 220 كيلو تقريبا، هذه ترى ما هي بسيطة. اي والله ما هي بسهلة. يعني لي شيء كثير صراحة. يبي له شنو صملة؟ بالضبط. اي والله. صملة يبي له صملة. اي والله الحمد لله. لاك الانجاز هذا ترى يعتبر انجاز انك وصلت للنهاية بكل امان. حق اهلي وحق ربعي وحق كل جماعتي وكل من يعني وقف ويانا، حتى الشباب الستاف ما شاء الله عليهم ما قصروا ويانا، كانوا اخوان، كانوا اخوان اكثر من كل شيء صراحة. حلو. الوصول انت ممكن خلاص انك وصلت، لكن السنة الجاية تفكيرك بشكل عام شو اللي بتسويه؟ اكيد يبي لها تحضير، يبي لها تجهيز، احنا السنة يعني دخلنا كمشاركين. ان شاء الله السنه الجايه ندش كمنافسين. يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. الله يسلمك وياك. ذيب ثاني كلمني عن وصولك اللي فوقنا مكتوب النهايه. السعاده خلاص. السعاده خلاص ها. كلمني عن الصعوبات اللي واجهتكم وشون كانت المرحله الصعبه اللي واجهتها. والله كل مرحله صعبه تكون تبدا صعبه، المرحله اللي بعدها تكون اصعب، وكل مره تقول انها المرحله صعبه تطلع اللي بعدها اصعب واصعب كثير يعني، وكل واحده كل تجربه تكون غير، بس الحمد لله. اخذت صمله ستيب باي ستيب ولا اخذتها من البدايه انت ماشي؟ لا من ستيب باي ستيب، وفي تعب في جهد وفي تقسيم وقت بعد. تقسيم وقت والحمد لله ما ضغطنا على نفسنا كثير بس كان هدفنا نخلص والحمد لله خلصنا. اهداك الانجاز لصمله ولهالقدر ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه. الله وجهك الذيب حبيبي. الذياب اثنين وصلوا مشعل وناطرين بقيه الذئاب. شكرا حماد. وصج ذيابه اللي يمشون بالليل شوف فرحتهم، اجمل كلمه يقول السعاده، النهايه هي السعاده. خلاص صحيح. هذا حلم. اي والله حلم من التجهيز ويحلم فيه اليوم ما شاء الله عليهم، يعني مسافه طويله اكيد، ولما يوصلون عدد كبير محمد انت تنبسط او تفرح ايضا عزام كرئيس لجنه او ايضا كمتسابق لهذه السباقات ويشارك فيها. اليوم محمد انت كبطل سابق لصمله اليوم تطالع العدد شيء جبار تقول صحيح. او مهول تقول انا السنه الجايه شلون راح انافس، يبي لي تجي غيرت حساباتك. صحيح. تغيرت. العام تقريبا كنا 33 بس دخلنا بعدد يعني تقريبا قريب ال 100 اللي شاركوا شيء 90 اللي وصلوا خط النهايه 33 اللي خلصوا خط النهايه وكانت فيها راحه وفيها يعني شو اسمه اليوم المفتوح افضل خاصة انك كنت مركز على الامن والسلامة عزام. لا هذه هي العنصر اللي هو الاهم والابرز لنا، ذكرت يمكن في احد مقابلات الكاس من شهر اعتقد او شهرين قلت انا العنصر الاساسي لنجاح اي فعالية رياضية سواء او فعالية الامن والسلامة. الحمد لله بفضل من الله تعالى والجهات الامنية والجهات الطبية المعاونة اللي معانا، احب اشكر مؤسسة حماة الطبية، الهلال الاحمر، اسبيتار، شوف حتى الدكتور موجود رئيس اللجنه ما شاء الله كلهم موجودين للامانه ما قصروا. ونرجع تسالني انت 96 ساعه في 200 كيلومتر انت تتكلم مجازفتين سباق مفتوح وتبي تحقق اهم عنصر، فانت المعادله عندك جدا صعبه. يعني سوينا جميع الفرضيات، حطينا جميع الفرضيات، قلنا سباق مفتوح 200 كيلو و96 ساعه، يعني انت شغال على مدار الساعه، في مدار الساعة طبعا هذيلا كلهم المتسابقين تحت مسؤوليتنا، يعني ما نقدر مثلا نترك المسار ونروح والله بيوتنا او نرجع لحياتنا الطبيعية. المشكلة كلهم يمشون تعتبر مشاركة يعني. انا بالنسبة لي تعتبر مشاركة فعلا، يعني طول الوقت ما يرجع. ترى الدكتور رمز قال له حبيبي روح لازم تروح تنام وتاكل. يعني الحين اللي يدخل يوصل لخط النهاية بيطلع واحد من البحر توه مبتدي المسيرة، فهو معاه بعد صحيح يوصل صحيح هذا وبيرجع صحيح حق اللي وراه، يعني هو يعتبر مواصل. فالدليل بعد ان كل ما يطلع متسابق يقول لك هذا طلعته من البحر، هذا تركته، هذا شو استطايح هذا. لا كنا يعني تسالني انت مساء شلون النهايه صمله، والله شعور يعني خليط كنت من الشعور. ودبل. لا شعور انه فرحان لان اشوفهم هم يخلصون، وفي نفس الوقت حزنان لان يعني تعرفنا على الوجيه الطيبه وشفنا الشباب وشفنا العزيمه والاصرار اللي فيهم رغم كل الصعوبات، الجو
الظروف المناخية اللي صادتهم، المسار، الطبيعة الجغرافية اللي مروا فيها، المشاكل اللي قامت تصير لهم. هذا انت مسويها لهم؟ والله هذا هو تصميم السباق بهالطريقة على أساس أنه يكون تحدي كبير. بس الأهم من ذلك أنه نرجع لموضوع الأمن والسلامة. الحمد لله اليوم بالنسبة لل يعني نرجع نتكلم على الستاتستكس مالت الأمن والسلامة. اليوم قدرنا ننهي السباق. الستاتستكس طبعا الإحصائيات. الإحصائيات الحمد لله اليوم قدرنا ننهي السباق بدون تسجيل أي حالة جسيمة. يعني ما في ولا حالة الحمد لله اليوم معانا راحت مستشفى أو إبعاد أو إعاقة أو كسر أو كذلك. الحالات اللي صارت انسحابات سواء الناس ما قدروا يكملون أو ما قدروا يصملون، بس الحمد لله اليوم ما كان في خلال 96 ساعة الماضية 90 خلصناها، بقت 6 ساعات إن شاء الله 7 ساعات بقت. صحيح. خلال الساعات الماضية كلها ما الحمد لله يعني لم نسجل أي حالة عياء أو تعب. يمكن حالة وحيدة اليوم اللي هي كانت أصعب حالة إجهاد. تقريبا حالتين إجهاد، حتى فيصل يعني كان فيصل بعد إنهاء لخط السباق وشيء طبيعي. وشيء طبيعي. شوف حتى علي بن صالح ثاني يوم حاش الإجهاد، أمس كان على أساس يجي ضيف ويانا. سبحان الله. للتذكير عزام هذا غانم ما شاء الله العمادي إلى الآن مستمر في سباق صملة. وهو عزام كم باقي تقريبا ورا غانم؟ خلاص يعني خلال السبع ساعات كم راح يخلصون؟ 5-6 تقريبا. كم شخص اعتقد؟ خلاص خمسة إلى ستة. اظن الكل اشتغل على استراتيجية لما سمع ان البحر يتسكر الساعة 4 العصر، فالكل فضل استراتيجية انزل البحر قبل يتسكر المسار، لان اذا تسكر المسار راح يخلص بكرة المغرب. 6 الصبح احنا اخر سكر ساعة لانهاء السباق، اخر صامل يدخل 6 الصبح. 6 الصبح فقالوا نقطع البحر ونقعد على البر الثاني وننهي في السباق. قدامنا تقريبا كان قدامهم يعني يوم قطعوا هم البحر اخر واحد وصل البر كان قدامه 12 ساعة. فحتى في هذه صارت تغيير استراتيجيات. نعم. يعني احنا البحر طبعا لموضوع الامن والسلامة طبلنا الجو والهواء. صحيح انه يختلف عن طبيعة الارض. نوقف في الليل والشباب كلهم اشتغلوا على استراتيجيات. واليوم الامان يعني امشي بين الشباب اسمع يقول ايش استراتيجيتك؟ ايش تخطيطك؟ حتى الناس تخطط وتدرب. لا ناس قامت تتكلم وقال لك شوف انت بتقطع البحر الحين عندك 2 كيلو، لا تستعمل اي طاقة في رجلك، خل رجلك تسوي اعادة تهيئة في هذه الكيلوين مرتاحة. وقبلها ركز على موضوع اللي هو شرب السوائل، لان بتفقدها في الماء، الماء بيكون حار، جسمك بيبذل طاقة على الاكتاف، رجلك بتكون في حالة وضعية ستاتيك ثابتة. حتى يعني ما شاء الله الشباب قاموا يتكلمون على هاي الأمور التقنية. بدت الثقافة وهذه واحدة من الأهداف اللي كانت مرصودة لصملة، الثقافة في الرياضة. هذا الهدف كان عزام، والأكثر هدفاً من الساعة أقوى سلاح ذكر سلاح العلاقة الاجتماعية. أكيد. كل متسابق يقول والله أني تعرفت على وجيه جديدة. يا اخوي انا الحين تو يجيني يقول لي ترى صملت والسبنت، ويجي حق عزام اللي يقول لي بالبدايه تذكر وانا صملت وجيتك. عبد الرحمن لما يجيني يقول شمري مذيع وانا ما انهي السباق كضحك. شوف العلاقات اللي تكونت اليوم، تعرفت على محمد اليوم عزام. عزام ايش كثر تعرفت على ناس هنا اليوم؟ قلت انا حزين راح افارقك. انا حزين اني بفارقكم. أيوة. يعني لدرجه ان انا البارح اضطريت ان ارجع الدوحه، قلت اريح ساعتين وارجع. وانا ماشي في الطريق يعني قريب الدوحه اشوف واحد قاعد يركب، يمكن عتبرق، قلت تطمن اشوف كم رقمه. لا تاري انسان يسوي رياضه يمارس رياضه في الدوحه ما له علاقه في صمله. فتعودنا ان يعني نمشي ونشوف على مسار الشارع ان المتسابقين بالسيكل. اليوم الدوحه ما شاء الله دولتنا موفره مسارات للسياكل قانونيه بجنب حارات الطرق، وان شاء الله بزياده واكثر. محمد في اقتراح شيء تقول عزام؟ والله انا اقول لك غير الله وجهك يعني ابيض اخوي. كان قلبه امانه يعني كان قلبه على المشاركين، يعني اغلب المشاركين اللي خذوا منه عزك الله جوتي اللي خذوا منه يعني شلحوه ضحك. اي والله شلحوه. لا واحد يقول لي واحد يقول قاعد تغششنا. قلت ما في والله يعني قلب يعني ما تحصل هال. لا هو مشكلة عليه بس والله طيب خاطرهم. لا هو لأن في الشخص انقطع في الفترة الأخيرة وجات رجل يعني تقطعت
قلنا خلاص بقاله كيلوين وما شاء الله اجتهد فيها وخلصها ما شاء الله عليه. يعني لو مش قلبه على المشاركين ما يعني وفر لهم هذه الاشياء وما خلى عنده شيء احتياط، لا قدر الله صارت حاله طارئه، واحد انقطع جوتيه ما عمل حسابه، ما عنده ثقافه انه لازم يكون عنده شيء احتياط او في الشنطه يعني. وهذا دليل على الحرص وجميل هذا من لجنتكم صراحه. عزام اليوم ايش رايك نروح نشوف، خاصه ان الموضوع، بس انا في قصه المتسابق اللي تعلق بسيارتك كانت تلتفت عليك على طالعك يقول عزام انا صح نزل بعد المواقف الحكايه اللي حصل مع ان سيارتك معروفه يا عزام هذا من التعب خلاص بدل استوعب والله من التعب ترى اخر شيء يقول لك. طبعا مشاهدينا نروح في تقرير وبعدين تناقش في تقرير لحفل العشاء اللي سواه او اقامه فيصل بن حسن القحطاني صاحب بالنسبة لنا اللي هو وصل المركز الأول في هذا السباق، النتائج الرسمية من قبل اللجنة أكيد في القد إن شاء الله، وبإذن الله هو يكون أصحاب المراكز الأولى. شوف التقرير ونرجع لكم. تعرف أي سعادة أو أي فرحة لأي شخص لازم أهله وأصحابه وأقاربه يسووا له نفس الحفل، والحمد لله يعني أهلي قاموا بالواجب اللي يقوم بأي شخص تجاه أي فرد من أفراد العائلة، والله إن شاء الله يبارك في هالليلة ويجعلها ليلة طيبة وتعم فيها إن شاء الله الفرح والسرور إن شاء الله. والله حبينا نكرمه ونجمع الجميع واجتماعا طيب واجتماعا نكرمهم من حلال من الثاني، وفرحة الجميع وفرحة اللي مثلك وشرواك وحضورهم للمجلس هذا شيء طيب، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، ونتمنى اللي ما فازوا أنهم يفوزون إن شاء الله السنة الجاية، ونتمنى التوفيق للثاني الهاجري والثالث والرابع والخامس واللي ما صادف الحظ في هذه المرحلة، إن شاء الله المرحلة الجاية خير من المرحلة اللي راحت، ونتمنى لهم التوفيق كلهم طال عمرك. اليوم سوي له حفل نفرح به، روسنا مرفوعة ورفعها زيادة أبو حسن ما قصر، حفل له يجتمعون ربعة وأخوياه واللي عز علينا وعليه يشرفنا حضورهم هنا، ومنها بعد هو يفرح إن حنا متعاونين معه، يعني ما نسيناه في فرحته، بعد حنا نشاركه في هذه الفرحة. والله الحمد لله هو الشعور لا يوصف لا من ذاك اليوم ولا من الحين، للحين يعني الحمد لله فضل من الله ومنه ما قصر أبو حسن، ولكل مجتهد نصيب، رجال سنة وهو يقدم على ذي المسابقة والحمد لله تعب ونال فضل من الله ومنه. هذه الإنجاز طبعا لأي شخص وقف معي بالدعاء أو بمبادلتي المشاعر بالانتصار، وأشكر رب العالمين سبحانه على هالشيء أول والآخر، وطبعا مثل ما قلت لك هدي هالشيء لأي شخص بادني هالمشاعر وشكرني أو يعني دعالي بالفوز. شكرا زملائنا على هذا التقرير، أظن صالح عبد الله مسوي التقرير ها؟ نعم صالح عبد الله انصاري، شكرا لك صالح، لانك انت بعد فيصل لما شافك احضنك، لان خلال 30 ساعه انت وزميلنا ابراهيم المجرد منسق وايضا انيس المصور كنتم متابعينه، وانتم تغير شفتين مع فيصل وهم متابعين معه، فهم ازروه يمكن سوالفه ويمكن يحس بالامان ان احد معاه، وايضا كان في اسعاف وايضا دوريه. ان شاء الله فيصل هو صاحب المركز الاول واحتفل في هذا، ورسميا غدا ان شاء الله تعلن اللجنه لهذه النتيجة. في احتمال يكون ملون؟ أصدمني؟ ها؟ لا والله لا الشباب والله يعني اجتهدوا في إنهائهم للسباق، ونرجع نقول طبعا في النتائج الرسمية بتطلع مساء الغد إن شاء الله، والنتائج بتطلع طبعا بعد حسم اللي هي الأمور كلها النقاط وخصم النقاط بناء على اللوائح والقوانين اللي انحطت للسباق. وبنتكلم على موضوع السباق، طبعا سباق صملة
يعني اليوم صار له برستيج وسباق له يعني رسالة بال أكثر؟ لا رسالة أي. الرياضة نمط الحياة الصحي الطبيعي. فلما يجي شخص يعني حاط النية السيئة إنه مجرد يبي يطلع مجرد إنه الظهور أو يعني طمعًا في الجائزة فيروح بهو السباق نفسه طعمه يروح أي صح. فهذا الشخص يعني يكون يعني قد يعني خرب على نفسه وحط نفسه في موقف جدًا حرج أمام لجنة فنية وأوان أمام شروط وأمام عائلته اللي يشجعونه وأمام أمام ربعه يعني يجي يقطع مثلا خط النهاية وبكرة يطلع عليه شروط ومخالفات وكذا ويطلع والله يقول لك والله أنت disqualified أو مرفوض تقصى من السباق أو يمكن تقصى وحتى هذا يأثر يعني على المدى الطويل يعني مثلا النسخ الجاية مثل أي سمعة جميع الاتحادات المصداقية شيء ضروري جميع, جميع الاتحادات الرياضية في العالم يعني حتى أنت تتكلم على إذا في حالة عدم سحبت الميدالية الأخيرة الحين على الريو سحبت من فريق جامايكا لما لقوا منشط الرباعي التتابع سباق تتابع سحبت من بولت حرم بولت من دخول إلى الموسوعة أن حقق أكبر إنجاز ميداليات ذهبية ثلاثة في الريو ويكون يعني الرياضي قد يركب مثلا البوديوم ويستلم الميدالية ويركب طيارته ويرجع بلاده بس بعدين بعد التحقيقات طبعا يكتشف أنه مثلا في مخالفات قانونية وكذا ويتخذ الإجراء الصحيح فعلا وتمسح بالميدالية أو اللقب أو المركز زين فبيؤدي إلى أصلا يعني أنا بسأل الشهري تماسي أسألك لأنك صاحب الموضوع أي. محمد شو تشوف هل تتوقع إخواننا إن شاء الله في السنة القادمة لأن عزام رئيس لجنة يمكن السنة الجاية مو موجود يمكن مشارك يمكن لا يكون رئيس لجنة ومؤسس بعد ويمكن هو راعي اللجنة لا هل تتوقع أن السنة الجاية راح يكون الإقبال أكثر أكيد يعني خاصة أنك قاعد نشوفها بازدياد من أول سنة ثاني سنة ثالث سنة العام نفس ما قلت لك قريب 100 هالسنة تقريبا قريب 200 أتوقع السنة الجاية بيكون عدد أكبر بس يعني أنا اللي أتمناه من الشباب يعني يجهز نفسه قبل البطوله مو تجي وتدش وتتدخل اي مو بتدخل يعني في ثقافه صفر ايوه يعني اذا ما عندك لياقه يعني ما تقدر تمشي ال 200 كيلو في بعضهم يقول بدخل يعني مع الحفوز مع العالم يعني انت ما راح تقطع 40 كيلو الا باصابه تاكد ومستحيل احد كمل السباق كمل لين خط النهايه ما جهز يعني التجهيز على الاقل 50% يعني مو باقل من شهرين صحيح 50% ما تكفي اصلا إيه؟ لهذا انا اقول لك يعني ماشي صعوبات ليس خط سريع او خط سيده يعني تطلع بصابه بس يعني. تكمل خط النهايه وانا اشكر جميع متسابق دخل بمصداقيه ونهاها بمصداقيه هذه الكلمه تكفي صحيح وهذا اللي ذكره كان كابتن عزام ولكن ما بيضيق خلكم ولكن الاجهزه موجوده الكاميرات كانت موجوده فاكيد يتبعون يعني اي شيء راح يكون في نقاط عنها طبعا الجي بي اس اللي هو الخط واللايف الجي بي اس نقاط تفتيش مسار المفتشين يعني في كان الدخول والحكام على مسار الاوت طبعا مثل ما ذكرنا يمكن ما كملنا اللي هو سباق لنا 200 كيلو في 20 نقطه تفتيش طبعا فيجي شخص مثلا كل متسابق لازم يمر على هال 20 لا هو بديهيا بيمر هم موجودين في المسار فعلا موجودين في المسار وظيفتهم انه ياخذون ارقام المتسابقين مجرد للتاكيد والشفافيه والمصداقيه هذه وظيفتهم ك يعني انا لما متسابق معدي يمكن 5 نقاط او 6 نقاط وين كان هو يقصد بهالحركه يعني مالك عذر حتى لو بند تلفونك مالك عذر خلاص العذر شو اسمه في نقاط في نقاط على الارض تؤخذ فلان مر من هني مر من هني وبعدين في طبعا السرعات يعني لا يعقل أن مثلا يجيك شخص معدي من الكيلو 60 للـ70 هو باذل مجهود من الصفر لين 50 يعني بأرقام 35 دقيقة أو 25 دقيقة هذا لا هذه يعني يبين صحيح بس هني في وضع مش طبيعي نعم طبعا تشوف سرعته مثلا 180 هذا مو بني آدم سؤال سريع وكلمة أخيرة منك عزام يصير مخترع يصير مثلا أنا أسوي تست قبل السباق مثلا أسوي اختبار 40 كيلو اللي أديه وينجح فيه يتأهل أنه يشارك في سباق صملة لغرض أنا يمكن كرياضي لأن اللي شارك 200 شخص 240% منهم رياضيين صحيح ومو شرط أنه يكون رياضي لازم يكون عداء أو أنه يخطي هذا السباق سباق له طابع آخر لازم عناصر لياقة بدنية كلها عناصر لياقة بدنية لازم تكون كلها في نسب عالية
وفي 40 نقول رياضيين ابو اسبوع شهرين وثلاثه، وفي منهم اللي قاعد من المجلس قال لك انا بشارك، انا قاعد اركض الصبح كل يوم نص ساعه بروح اشارك. عين الساعه يعني الى نص ساعه بعد زين. كلمه اخيره عزه. كلمه اخيره، احب اوجه كل الشكر لشركائنا الاعلاميين قنوات الكاس، لشركائنا اسباير زون كتاره المظله الراعيه كتار، وجميع من يعني جاتني اتصالات كثيره اليوم شلون نقدر ندعمكم كرعاة رسميين. قلت لهم اليوم احنا خلاص باقي 6 ساعات ونخلص في السنه الجايه ان شاء الله. وللامانه جاءوا شركات خاصه حكوميه، جاتنا اتصالات من خارج قطر يعني تشكر سباق صمله وتثني عليه، وهذه كانت صدمه بالنسبه لي. يعني جوني كثير من اللي هم الاجانب اللي موجودين في قطر للامانه. هذا اليوم كلمني رجال يقول لي يا اخي اجنبي، يقول لي يا اخي قاعد نتابع احنا صمله على قنوات الكاس. قال لي الكونسبت المضمون مالها جدا جميل، في فكره في رساله في وعي. اليوم سويت خلال الساعات هذه تآزر من مجتمع كامل. فيصل قال انا ما توقعت الصدمة، العالم يدشون علي بتويتر الله اقرأ على نفسك ما ادري شنو، يقول ناس ما اعرفها يعني. شوف الشخص يقول ما توقعت الاقبال كذي، مو شرط الاعلام. هو فيصل اليوم يمكن او بعض من المتشاركين انا متاكد انه سيسلط عليهم الضوء ان شاء الله من رعاة اخر يعني فعلا. من 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 موضوع الرعاة سلط عليهم الضوء من مؤسسات ان شاء الله حكوميه رياضيه يمثلون قطر، خاصة هم يعني موظفين وكذا، هم يجتهدون اليوم، هم يجتهدون ما شاء الله. يعني اليوم يسافرون يركبون طياراتهم يعني باجتهاداتهم الشخصية وصل لاعب. خنروح الحماد عزام ناخذ هاللحظة الجميلة إلى حماد العبيدي مرة أخرى. السلام طال عمرك. الله يسلمك. شكرا مشاء يعطيك الصحة العافية. ذيب أيضا حضر غانم الشباب يقولون في الاستوديو. أبو علي شلونك؟ طيب الله يسلمك يعافيك. شو مكتوب وراك؟ صاملة والنهاية. صاملة وصلت للنهاية. نعم. وصاملة عز الله يبيلها صاملة. نعم. كلمنا عن وضعه بشكل عام العكازات، ووضعك مع 200 كيلو وصولك للنهاية. والله بدايتها كانت جيدة، بس موضوع الموضوع خلصت الحمد لله، خلصت بخيرها وشرها. ايه هاي العكازات من القوارب. من القوارب. ايه انا عندي اصابة من القوارب. ايوه الركب. وصملت. صملت هذه لان كذا عشان اسمها صاملة. اي نعم عشان كذا اسمها صاملة، يبون الصامل. اي نعم انجازك هذا ترى انجاز، وصولك للنهايه هذا انجاز، ومع اصابتك ومع العكازات هذه وصلت في الاخير. انجازك تهدي لمن؟ اهدي لوالديني واهدي حق الذيب هذا، هذا اللي يرفع معنوياتي. تعال تعال حياك حياك. هذا الرجال ولد عمتي. نعم صامل من غير شيء. عند الله صامل وصل. يقول لك عندي اصابه من يوم من عند القوارب لكن وصل. لكن هو كفو كفو وصامل. كنت حاس انه صامل في النهايه. انا شوف هو يدري. انا قايل له قبل السباق تدخل ان شاء الله وبتوصل، هو يدري ما شاء الله. يعني الثقه عنده ومراهن عليه قدام الشباب حتى في المجلس مراهن عليه. قلت لهم الريال بيوصل. وش تقول ربع المجلس الحين؟ اقول لهم ها هذا الصامل. ها يعطيك الصحه والعافيه والف لا باس عليك ان شاء الله وامورك طيبه. هذا الاسعاف موجوده والاستشفاء عند الربع، الامور طيبه ان شاء الله واللجنه ما راح تقصر. بيض الله وجهك الذيب حبيبي وعز الله. احنا اهل الصملة جنودك يا زعيم، ابشر بنا من دون لا الدعم والوطن. هذول اهل رجال قطر صراحه صاملين. مشعل يمكن يكون اخر لقاء لي معاك في الميدان من هنا لين كتاره، وسامحونا على هالوجه معلش مشان نرجع لك صوت الصوره. صح لسانك يا حماد، ايش رايك بوجهي انا بعد؟ الحمد لله صملتنا احنا معاهم وخلصنا. مشكور يعطيك الف عافيه انت وجميع المراسلين وزملائي، وراح اشكركم ان شاء الله. ولكن لم نختفي من الاستديو الى الان، وصل ما شاء الله غانم وصج هي صملة. شنو تتغير من ظروف ولا مو ظروف، ولكن إن شاء الله بعد شوية بنستضيف عزام. تفضل عزام. نرجع بالنسبة لجاتنا كثير من الثناء وكذا وعروض الدعم. قلت لي مجموعة باقي 6 ساعات، يعني الحين ما راح نستفيد من موضوع الدعم. إن شاء الله نخلص صملة على خير، يقطع معنا آخر متسابق، بكرة يتم التتويج بإذن الله إن شاء الله. وانت كلم على صملة نسخة 2018. رعاة كثير ما شاء الله يعني جونا لين اليوم من قطر ومن خارج قطر، وكثير جاتنا اتصالات من خارج قطر من الخليج يسألون إذا في مجال أن جينا اشتراكات من الخارج. انبهروا جدا من الفكرة، من طريقة المسابقة. طبعا التغطية الإعلامية صدق الفكرة جدا رائعة. كل هذا متفقين على هذا الشيء الجميل، التغطية الإعلامية الجميلة على 24 ساعة. شكرا لك. شكرا. الناس قامت تروح بيوت تتقعد. أشوف
يعني الأمان أمس شفت موقف قدامي في رجال قاعد يمشي من المتسابقين يمشي وفاتح موبايله وقاعد يطلع الكاز يسألني يقول من قدام مبسوط هو طالع هو في خلال الحدث وقاعد يشوف الحدث. أزال أنت ما تدري إنه يعني ما يصير أتكلم عن أصدقائي أو ربعي أو عملي اللي أنا أشتغل فيه. يشهد الله الصورة الحلوة اللي يشوفونها من الجهد الجبار اللي يشوفونه وخلف الكواليس. يمكن أنا واحد أو مراسل اثنين ولكن والله جهد يمكن ما بقول لكم 300 موظف لي تقريبا ما يعادل القناة كلها من أجل إنجاح هذا السباق على أكمل صورة لأن هذا واجهتنا واجهة بلد. محمد استمتعت فعلا والله يعني الحمد لله على كل شيء. الإصابة عطلتني بس تمنيت إني أكون موجود السنة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت الحين عيشناك الجو وفهمت استراتيجية فلان وفيصل عطاكم خطة جديدة هالسنة. الاستراتيجية الخبرة تغيرت الحين. أنا عندي الخبرة إن شاء الله اللي تكفيني. بس الواحد مو بغلط يستفيد من الناس. صحيح أكيد كل يوم نتعلم. No mistake no learning. صحيح نتعلم كل يوم. عزام أكيد في أفكار جديدة ولا ما تبي تبلغ فيها ولا إن شاء الله لك جلسة مع المتسابقين مع مثلا خبرة محمد خبرة عبد الله حميدي خبرة ما بدي أذكر دكتور أساس ناصر. واليوم دكتور ناصر مهندي مبروك عليك أكيد راح ينضمون إليك متسابقين جدد وأنت الأب الروحي لهذه اللعبة. ذكرتني في نقطة سألتك أشكره سأل وسمع يعني في اقتراحات قلتها ويعني سمعها وتحصل اغلب يعني المنظمين خلاص عنده خطه معينه فكر معين اتجاه واحد لا يقبل الراي والراي الاخر ما يقبل الراي فقط انا كلوز والنجاح يحتاج الى هكذا اراء واستقبال وامرهم شورى بينهم فعلا. كما ذكرت ذكرنا واشكر على هالنقطه هو اخوي راشد التميمي اقول عنه العفو هو الله يسلم تكلمنا ذاك اليوم يعني صار عندنا موقف طبعا احنا يمكن ما اصبنا التقدير فيه فهذه الأمور تحصل فعلا. وسباق مثل سباق صملة يحتاج الكثير من الجهد على أساس أنه يصل لدرجة الجودة العالية فدائما طبعا نسعى للتطوير لسد الثغرات وهذه بتصير طبعا جزء بسيط الردة حق الدوحة حق قطر وهذه بتصير طبعا بالتعاون نسمع الآراء وين الأماكن نقدر نطور فيها فكرة السباق المسارات الأشياء اللي نقدر نضيفها تخلي صملة أكثر صملة دبل صملة دبل مش صملة يعني اليوم جاني أسمع واحد يسولف مع 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 رفيجة في الـ على الـ في المسار قال له أنا أخي الحين هو طالع من الخدمة الوطنية قال الحين أرجع الخدمة الوطنية أحط عيني في عين الضابط يعني أنا واحد كنت عندك يقول لي صعبة ولا شيء ضابط فعلا بالله عليك تعطيه إجازة تكفى الله يخليك عطى يومين تدي يريح مسكين الحين عزام أكيد وراك مرحلة استجمام وأنكم ترتاح شوي تعيدون أفكاركم طبعا بعد بكرة بس أنا أنوه المشاهد بعد شوي محمد شكرا لك إن شاء الله نشوفك السنة الجاية شرفنا في معرفتك واستضافتك ليش شكرتك سعد بكرة أنت معي باستديو بس أنا أشكر بجمالية لازم نشكر جميع الموجودين هنا بيض الله وجيههم ما قصروا ويعتبرون مشاركين والله نعم لأنهم 24 ساعة قاعدين بإذن الله هذا عمل وهي خدمة أكيد وظيفتنا تفضل عزام بالنهاية أحب أشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا السباق من اللجنة العليا اللجنة الطبية اللجنة الأمنية مؤسسة حماة الطبية الهلال الأحمر أسباير أسبيتار الرعاة الرسميين جميع من وقف وتكاتف معنا وأنجح سباق صملة اليوم أنا أشوف النجاح يعني تترجم الناس في بيوتهم يشوفون يتابعون السباق أول بأول على الهواء مباشرة هذا شيء طيب عزز النسيج الاجتماعي شفتوا أنتم يمكن لحظات الفرحة نعم. البارح جو الجماعة عوائل أطفال نساء ما شاء الله نعم صحيح هذا جدا شيء طيب وهذه رسالة من رسائل صملة وصلت المسج وصل يا عزام شكرا لك وإن شاء الله نكون وصلنا المسج بصورة جميلة ورائعة شكرا عزام المناعي شكرا محمد الشهري شكرا لكل من ساعد على إنجاح هذا السباق يمكن الشكر لا يكفي أحد طبعا مشاهدينا غدا بإذن الواحد الأحد السباق سيختتم اليوم في السادسة صباحا 96 ساعة تنتهي وتقف ويقف التوقيت بالغد بإذن الله أخوكم يستقبلكم إن شاء الله الساعة 7 PM وهو لحفل الختامي لسباقات صملة وتتويج المتسابقين الصاملين
كلهم إن شاء الله أبطال المراكز مجرد أرقام بإذن الله. على قنوات الكاس غدا الساعة 7 مساء إلى الساعة 10 الحفل يبدأ الساعة 7:30 في إن شاء الله كتارة في الأوبرا قاعة الأوبرا الزام. صحيح؟ صحيح. نعم بإذن الله نلتقيكم غدا في استديوهاتنا الكاس. شكرا لكم لمتابعتكم, شكرا الجميلية, شكرا الحمد لله على هذه البطولة الرائعة. نلتقيكم بإذن الله في الغد في آخر استديوهاتنا لسباق صملة والتتويج وتكريم المتسابقين. شكرا لزملائي خلف الكواليس, شكرا للمعدين زهدي وأحمد فرج, أيضا تقبلوا تحياتي وتحيات مخرجنا جاسم أبو العينين. نلتقيكم بالغد, إلى اللقاء.